الإلكترونية نبدأ بالنهار أونلاين. قالت شرطي ضمن شبكة مخدرات بحوزتها 1.6 كيلوغرام من الكيف في تيبازا. تمكنت كتيبة الدرك الوطني حجوط التابعة للمجموعة الإقليمية لتيبازا من تفكيك شبكة متاجرة بالمخدرات من ضمن عناصرها الشرطي يشتغل بإحدى مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، في حين تم خلال هذه العملية حجز 1.6 كيلوغرام من الكيف المعالج، إضافة إلى 10 هواتف نقالة و30 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بهذه السموم. أجفانت كات قالت 84% من القهوة التي يستهلكها الجزائريون مسرطنة، وانكشف رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي أمس أن 84% من القهوة التي يستهلكها الجزائريون غير مطابقة للمعايير ولا تحترم نسبة السكر المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2017، مؤكدا أن نتائج التحاليل التي قامت بها المنظمة كشفت أن بعضها تحتوي على نسبة مرتفعة جدا من مادة الإكراليميد السامة والمسرطنة. سبق براس قالت استلام جامع الجزائر العظام خلال 50 يوما، وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار أن أشغال إنجاز جامع الجزائر العظام تسير وفق الرزنامة المسطرة والأجال المحددة وصفا إياها بالوثيرة المحترمة، واستنادا إلى الأجال التي وضعتها الحكومة، آخرها تصريح وزير شؤون دينية والأوقاف محمد عيسى شهر أفريل الفارط، فإن 50 يوما يفصلنا عن موعد التسلم المفترض وهو آخر يوم من سنة 2018. المصدر ديزاد قال التاج يوضح غول أخطأ في القاعة، وإن أوضح حزب تجمع أمل الجزائر التاج في بيان له أن رئيس الحزب عمار غول تلقى دعوة من حركة البناء لحضور الملتقى السنوي للشيخين المرحوم نحناح وبوسلماني بزيرالدا، فذهب إلى تعضدية عمال البناء بالخطأ ظنا منه أنها مكان انعقاد الملتقى ليجد نفسه في ملتقى الذي نشطه علي بن فليس. الأنيوز قالت حفيدة الأمير عبد القادر تتهم بعض الأطراف باستعمال شخصياته في البزنس، وإن أكدت حفيدة الأمير عبد القادر أن عائلة الأمير معروفة ويتم تلك وثيقة شجرة العائلة، واتهمت في ذات السياق بعض الأطراف باستعمال شخصيته في أعمال البزنس. كشفت حفيدة الأمير عبد القادر عن صورة لشجرات عائلة الأمير عبد القادر مشيرة أن هناك أشخاص يدعون أنهم أحفاد الأمير لكنهم يدعون ذلك فقط. منبر الجزائر قالت قائمة الخضر تحمل مفاجآت من العيار ثقيل، وإن حملت القائمة الرسمية للمنتخب الجزائري التي استدعاها الناخب الوطني جمال بالماضي والتي ستشارك في مباراة الطوغو القادمة في الجولة الخامسة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا مفاجآت بالجملة، حيث تم إبعاد نبيل بن طالب ورشيد غزال وبالفضيل على خلفية الأداء الهزيل الذي قدمه هؤلاء، كما شهدت القائمة عودة كل من عبد اللاوي واستدعاء لأول مرة كل من شيتا ومزيان نجم اتحاد العاصمة وبالليلي نجم الترجي التونسي. مشاهدينا